سبب الفيضان في منطقة سورلاند الكثير من الأضرار في الطرق والمباني، وتوجب إجلاء الكثيرين من بيوتهم. لا يزال حوالي 50 طريقا مغلقا بسبب الفيضانات والانهيارات الأرضية. تم إخلاء العديد من المنازل. في توفدالز فاستراغا لم يسجل هذا الكم من المياه منذ أن بدأ القياس في تسعينيات القرن التاسع عشر. توفدالز ألفا في كريستيانسن، إحدى المزارع فيها معزولة تماما. السكان على وشك أن يتم إجلاؤهم في زورق. مسطحات مائية هائلة تجد طريقها إلى مصنع الأرضية الخشبية بوين بروك. 50 طريقا خرج عن الخدمة بسبب المياه أو الحطام. كما أن هناك مبان تهدمت. ريفس فولتونا في لينغدال حيث تراجع الماء قليلا. تم إجلاء ما يقارب 40 شخصا في الليل. كان الإجلاء ضروريا، وكان البعض بحاجة إلى عناية صحية. طاقم الإجلاء مشى على الماء لإنقاذ الأرواح. كسروا هذا المربع، لكنهم لم يتمكنوا من فتح النافذة، فكسروا نافذة غرفة النوم. هنا تسكن سيدة مسنة وحيدة، لكن لحسن الحظ لم تكن في البيت. يتسبب الفيضان في سورلاند بمشاكل مرورية كبيرة. إحدى السيارات علقت بمسطح مائي، السائق تم إنقاذه. يتوقع أن يبلغ الفيضان أوجه في أكدر الساعة 12:00.